في شهر رمضان يقومون بتزيين المساجد قبل الدخول لرمضان، وبعد ذلك مسلمون يتكلمون عن كيفية شهر رمضان وكيف الناس يقومون بشهر رمضان وكيف يساعدون بعضهم البعض قبل الدخول في شهر رمضان. وعلى كل حال الحمد لله أئمتنا مصريون كثيرون في بلد سيراليون أزهر، الحمد لله هم يقومون يذهبون في كل مساجد ويتكلمون عن كيفية رمضان. ثم بعد ذلك إذا دخلنا في رمضان نقوم بقيام التحجد ونوافل، وعندنا طلاب نشيد الإسلامية يقومون بها ويتكلمون باللغة العربية. الأساتذة المصريون الأزهريون الحمد لله على كل حال هم هكذا كانوا يفعلون. حافظ أي أناشيد من هناك ليها علاقة بشهر رمضان؟ نعم 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 واحد نشيد موجود. في دقيقة كده ممكن تقول لنا؟ أنا لا أستطيع لك سأحاول قليلا. تفضل. شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان شهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان. هذه الشيء هكذا ولا كثير، ولكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله. كلمني بقى على مستوى الأسرة، يعني البيت في سيراليون بيستعد ازاي لاستقبال الشهر الكريم، سواء من خلال شراء الأغذية والأطعمة الخاصة بالشهر الكريم. كنز الطعام والشرب. نعم الحمد لله المسلمون يجمعون في مكان واحد كمثل في المساجد يجلسون قبل بعد المغرب يجلسون ويفطرون بعد ويأتون بالطعام في المساجد في المسجد، وبعد يذهبون أيضا إلى بيوت أخرى مع إخوانهم يجلسون ويتكلمون ويأكلون ويشربون مشروبات. الحمد لله. يعني من ضمن مظاهر شهر رمضان عندكم في موائد رحمن شبه الموائد اللي عندنا موجودة في مصر؟ لا هذا ميدان، كما أنا رأيت في مصر عندما دخلت هنا رأيت شخلت أول مرة عندما يأتي رمضان أنا أرى مصابيح يفعلون فوانيس. فقلت لماذا هذا؟ فقالوا هذا من عادة المصريين. فقلت الحمد لله هذا إذا رجعت سيراليون أنا أيضا سنقوم بهذا. هتاخد معك فانوس هنا؟ لا هكذا أنا أيضا قلت. لكن أنت